الدنيا زمن الكورونا لم تعد كما سبق، ولم تعد أيام الجميع بنفس الطعمة. لا خروج للمقهى، لا تريض، لا زيارات، لا مصافحات ولا لقاءات، بسبب اصطدامهم بجائحة فرضت عليهم نظاما آخر. لكن يبدو أن التونسيين لهم نظام خاص. ماذا يفعلون زمن الكورونا في شهر رمضان؟ كيف يقضون أيامهم وسهراتهم الطويلة؟ نطيل النظر لأول مرة فنرى ما نرى لأول مرة في أحياء تونس. سهار ومرح والحياة تستمر. منبه التونسيين اليومي، القهوة المضغوطة غابت عنهم في المقاهي، لكنهم يرتشفونها خلسة في أحيائهم في عز الحجر المطبق على البلاد. وكمن يتهافت على الممنوعات، هم يتهافتون على المحال التي تبيعها وينظرون من حولهم خوفاً من قدوم دوريات الأمن. هؤلاء يسرقون اللحظات الليلية في شهر رمضان خلسة، يرتشفون القهوة خلسة، يدخنون الشيشة خلسة، سهرياتهم خلسة ومرحهم الليلي خلسة. يبدو وأن حياة الجميع الليلية أصبحت خلسة، ولم يعد التونسي حرا طليقا جراء الكورونا وما يفعله أضحى من الممنوعات. رمضان سنوين ورمضان أنا تحت الحيوط، فاش انا مدح نقحة رمضان وين السهرية والجو ما فما شيء، حتى تشق فدرك معناتها كاي والناس تشق فدرك وارجع تحت الحيط. كيفاش تعمل انت باش تشرب قهوة بعد المغرب؟ نمشي ونبدو نلوشو يمد لك قهوة يقول لك برا بعد بعيد استنى، ما زاد هو يخاف على قهوة لا تتسكر. يعني انت كنت تخيل روحك شي نهار تشري قهوة خلسة؟ ما كناش نتخيلوها جمل، وكنا نفلكوا بها بيع القهوة خلسة، هم توصلوا حتى هبطوها في الانترنت بيع القهوة خلص والسهرية خلص والسهرية خلص. ولينا تو يشوف الحاكم يقاطع يهر بيجي حومين يا اخي قدام الدار سهرية. لا يا لا كان جيت القهوة حالة تقعد هكا نقعد في القهوة نتقن اخويا نحوسوا في الليل وحوم اخويا جو نحلى جو اخويا الحجر الصحي اخويا تشق فترك عندك الدرج اخويا تعمل فيه سيجار قدام الدار تدخل الدار ترجع ترقد بالليل. قد ايه يبيعوا هيك القهوة تو؟ ليد الحومة بدينار والباساجي 15 مئة. معناها أنا كنجي نشري قهوة نمد لك تاخذ بدينار. ناخذ لك أنا ما يسالش ناخذ لك أنا. تو كي يجي باساجي ما يعرفوش يسربيه؟ لا ما يسربيهوش يخاف يخاف بالطبيعة. سهرية خلصة خلصة خويا راك تشوف. أنا سهرية خويا راك تشوف. أنا سهرية تروحك من بعيد تقطع بالطبيعة. شو نعمل شو عندي نعمل؟ أما خير نتضرب 50,000 يعني قريب للدار وامية تكون في الباب دقيقتين مش وامية. معمل على ساقيك بالطبيعة معمل على رب عمل على رب. يعني انت التونسي يخرج يسهر خلصة ومعمل على الفصع هذيك هو الحاجة حاتها في راس. هاي القبليات كل واحد تشوف في يده قبلي وانا عاملي قهوه في حومتنا صح. منين جبت القهوه ذي؟ في الدار صح ما غير ما نعطوها لولد حومتنا في الدار وكاو ديار. وفي بالك اللي سنا القهوه خلصه السهريه خلصه كل شيء خلصت نحن ملي تولدنا خلص حتى ما الحاكم ما يجي ما يقلقنيش معناه فهمتني. هاي الاولاد هاي تندخلوا لي زنقه تنبنكوا زاد على رويه. القهوه خلصه والسهريه خلصه والحجام بيدو يظهر لي خلص. ما تصورتهاش ما تصورتهاش صاحبي يعني الحجام يرحم والديه. وين هو الحجام يجي يجيب الماتريال ويحجم لي في الدار يرحم والديه. تتمنى القهوه تحل؟ بتبيع بتبيع وحدي اخو في قهوه بالسرقه مروح بها للدار. ومش وقته توا بتاع مواد بناء عندنا ناس في حجر صحي
وعندنا من الناس يعلم بها كان ربي يودي يتخمم في مواد البنات. والله جيت ناس في شيكاتي والله لا تعرف شيء تاخذ وهذا شنور برا والله لا هذا مش نور البر ليه لا بوست ما هو بندرين وتاخذ منبهنا هاجر صح يخموا كان في الفلوس يخموا كان في رواحهم وما تروحش من التزمين مسكرين كلكم مع حلولين ومسكرين في قبلين بالدار لا مش في قبلين خروقات الحجر الصحي في تونس كثيرة، تدخلات أمنية يومية ومخالفات بالجملة، إيقافات، حجز للتجهيزات والمعدات، ومحاذر في الغرض خاصة لأصحاب المقاهي وبعض المحال التجارية الأخرى بسبب عدم الامتثال لمقتضيات الحجر الشامل. عقوباته يبدو وأنها لم تفلح في منع بعض المواطنين من خرق القانون. فيروس الكورونا في تونس يبدو أنه لم يفلح أيضاً في منع التونسيين من مواصلة حياتهم بعد أن كانت له اليد هذا العام في تغيير مسار دول بأكملها. فمتى سيقتنع البعض أن استمرارية الحياة متعلقة أساساً بسلامتهم الصحية وأنه لا يمكن لحياة أن تستمر أو تعوض إذا فقدت الصحة أو فقدت الأرواح؟